عندما عدت من الصين سألني أحد الأصدقاء ما هو أهم درس تعلمته في الصين؟ قلت له بالحرف التواضع من موقع القوة. التواضع من موقع القوة فعلا كان درسا بليغا جدا، وأعتبر أن هذا التقليد الذي درجت عليه جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء في الانفتاح أكاديميا على هذه العلاقات المغربية الصينية شيء مؤسس بشكل كبير جدا. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأنه أحيانا قد نطلق مبادرات وربما تظهر نتائج لا نتوقعها. على المستوى الشخصي شاركت في المحطة الأولى سنة 2016 بكلية الآداب العلوم الإنسانية عين شق الدار البيضاء بمداخلة تحت عنوان العلاقات المغربية الصينية زخم التاريخ وآفاق الاقتصاد. يومها كان قد طلب مني بحكم التخصص في التاريخ أن أتحدث عن ابن بطوطة، ولكن حاولت أن أدرس الموضوع في راهنيتي. 2017 كنا على موعد مع لقاء كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية، شاركت بمساهمة علمية في موضوع المغرب ورهان الجسر الذهبي بين إفريقيا والصين. هاتين المحطتين أسستا أو أضفت المشروعية على أن أكون حاضرا باقتراح من المدير السابق لمعهد كونفوشيوس، وبالمناسبة أوجه له تحية صادقة، السي عبد المجيد الجهاد، اقترحني لأذهب في مهمة إلى الصين لما سمي بتجربة أيام دراسية للقادة الشباب الأفارقة. وبالتالي كانت هذه المحطة مؤسسة لتجربة جديدة مع العلاقات المغربية الصينية. هذه التجربة لم تثمر فقط نصا رحليا عنونته باكتشاف الصين، ولكن ربما وهذا هو الأهم بالنسبة لي، ولادة مشروع بحثي جديد من وحي القواسم المشتركة بين الشخصيتين الصينية والمغربية. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن ما أثار انتباهي هناك كان يقتضي تفاعلا من نوع خاص على مستوى هذه الطفرة الاقتصادية. ما هي أسسها؟ ما هي ركائزها؟ وبالتالي وأنا أنتقل من مدينة شينزن إلى بكين مرورا بإقليم كوتشو، كانت بالنسبة لي هذه اللحظة فارقة لتأمل هذه التجربة في مرآة التاريخ. أتقاسم معكم خلاصة هذه التجربة. عندما انتهينا من تلك الرحلة كانت هناك لحظة لقراءة هذه التجربة، وبالتالي طلب من رؤساء الوفود أن يقدموا كلمات ماذا انتهوا إليه انطلاقا من هذه التجربة على الأراضي الصينية. شخصيا لم أكن مستعدا لتقديم أي كلمة، ولكن رئيسة الوفد أو المسؤول على تنظيم هذه المسألة السيدة ليشوان أصرت على أن ألقي كلمة. بالمناسبة كنت الوحيد إلى جانب السي توفيق إتبوشبور حاضرين بصفة أكاديمية، لأن هذا البرنامج موجه أساسا للشباب انتماءات حزبية. قالت لي بالحرف لا يمكن أن يكون بيننا أكاديمي ولا يتحدث في هذه المحطة. فقلت مرتجلا كلامي من وحي اللحظة أهداكم كونفوشيوس الحكمة وأهداكم ماو تسي تونغ التحرر، وبين هاتين المحطتين عشتم شتى أنواع الاستعمار، بدءا بالاستعمار البرتغالي مرورا بالاستعمار البريطاني الذي استعمل الأفيون لغزو عقولكم قبل مجالكم وأراضيكم، وانتهاءا بالاستعمار الياباني. على أن المحطة الثالثة كانت مع سياسة الإصلاح والانفتاح التي ضمنت لكم ريادة اقتصادية، ثم جاء إطلاق طريق الحرير أو الطريق والحزام التي أعطت تموقعا قويا وجديدا للصين على المستوى الدولي. هذه الطريق التي أراها تمر نحو إفريقيا، لكنني أراها أيضا في حاجة إلى جسر ذهبي اسمه المغرب.
وبالتالي هذه الخلاصة لم تكن فقط بالنسبة لي لأن أمرر صيغة مركزية أو أهمية المغرب في هذه العلاقات الصينية الإفريقية، ولكن بالنسبة لي كانت لحظة تأمل لمسار تاريخ وكيف انتهت إليه هذه التجربة وهذا التطور في هذا المسار. السؤال: لماذا قلت هذا الكلام؟ لماذا التاريخ؟ وماذا عن الحاضر؟ إذا أردنا أن نربط الماضي بالحاضر، والأستاذ جمهري قد غاص كثيرا في تفاصيل معطيات تاريخية مهمة جدا تقدم عناصر إجابة على ما نعيشه اليوم، أعود إلى الحاضر وأقرأ في العدد الأخير من مجلة أو من جريدة لوموند ديبلوماتيك صادر مارس 2024 عنوانا طريفا كالآتي: اللا نظام في النظام العالمي، ماذا تريد الصين؟ وكأني بهذا السؤال أو بهذا الغرب يعيد نفس الأسطوانة التي يرددها، التي يرى هذا العالم والتموقع فيه وفق حسابات تتكئ على مرجعية قديمة، على جيوبوليتيك يفهم في سياق المركزية الأوروبية وتقسيم الأدوار فيها. هذه المركزية الأوروبية فقط بالنسبة للفرنسيين على الأقل، أعتقد أن الباحثة آن تشينغ بمناسبة اعتلائها لكرسي تاريخ الثقافي للصين بالكوليج دو فرانس سنة 2008 كانت قد قدمت درسا بليغا جدا في صيغة سؤال محمول بهم ديكارتي حامل لأكثر من دلالة ومعبر بشكل قوي، عنوانه: هل تفكر الصين؟ هو عنوان ساخر من هذا الغرب الذي ينظر إلى الأشياء برؤيته وبمرآته فقط. لن أعود إلى صور الصين العظيم، ولا إلى مقاومة شتى أنواع الاستعمار، ولا إلى دلالة ومغزى حرب الأفيون. فقط أستحضر تعالي هذا الغرب في تعاطيه مع الصين في القرن التاسع عشر، لنقرأ مقاطع طويلة عن الصين خصصها كتاب ضخم صدر سنة 2017 من منشورة فاير تحت إشراف مؤرخين فرنسيين الشابين بير سانغافيلو وسيبيان بينار بمشاركة حوالي 100 باحث من مختلف أنحاء العالم. نقرأ مقاطع طويلة أفصحت عن عنصرية غربية مقيتة تجاه الصين، بل وقوانين الاستبعاد التي أقرتها الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1882 تجاه الصين في إطار ما سمي بتنظيم الهجرة ودخول الولايات المتحدة، وهو تتويج لمسار عنصري دشنه المستوطنون البيض منذ خمسينيات القرن التاسع عشر ضد المهاجرين الصينيين الذين تبادلوا المناشير المعادية للصين وساغوا منذ ذلك الوقت ما أسموه بالطاعون الأصفر. نضع هذا الأمر في الحسبان، هذه النظرة الدونية إلى الشرق في رمزية الصين، نستحضر هذا المعطى ونستحضر ما واجهه المغاربة من تكالب استعماري ونظرة ازدراء لهذا الغرب وباسم الرسالة الحضارية، هذا الغرب المحتقر لغيره من الأمم، ونتبع هذا المسار منذ الغزو الروماني سنة 40 ميلادية إلى يومنا هذا. لماذا أقول إلى يومنا هذا؟ ألم تتساءل بعض المنابر الإعلامية الغربية وبعض النخب الفكرية والسياسية ذلك السؤال المستفز: هل يستطيع المغاربة لوحدهم ومن دوننا أن ينهضوا من تحت ركام زلزال الحوس ويبلسموا جراحهم ويشيدوا ما دمر بالزلزال؟ هي نفس البنية الذهنية في العلاقة مع الشرق، سواء كان هذا الشرق شرقا أقصى يحده بحر الصين أو شرق من جهة الغرب يحده المحيط الأطلسي. تهيأت شروط سفري إلى الصين بشكل أشبه ما يكون بالمعجزة، لذلك قلت في هذا الملخص: ولد كما أو نبت كما ينبت العشب بين مفاصل صخر. فقد كنت على موعد مع سفري إلى باريس يوم 22 مايو 2024 لأعود إلى الرباط يوم 24 مايو لتنطلق رحلتي إلى الصين يوم 25 مايو. لذلك قلت في هذا الكتاب: حملت الشرق معي إلى الغرب في اللاوعي، فكان يقفز من عقل الباطن كلما شرد الدهن أو بحث بأمر به إلى جليس، لكنه جثم بثقله في رحلة العودة إلى الرباط ولازم تفكيري منذ أن وطأت قدماي مطار أورلي بباريس منتظرا إقلاع الطائرة، وكأني بخيالي يستجمع صور ومشاهد من الغرب
سيجري استحضارها من باب المقارنة بشكل لا إرادي في رحلة الشرق، وهو ما حصل فعلا في أكثر من مناسبة. المهم أن أنوار شينزن حجبت أنوار باريس في مخيلتي، واكتشفت ما يبهر وما يدهش سواء في شينزن وأنوارها وإقلاعها الاقتصادي أو مساحتها الخضراء أو في بويتشو ومشاريعها السوسيو-اقتصادية لمحاربة الفقر أو في بكين وحضارتها ومعمارها. لكن الأهم بالنسبة لي هو سؤال المؤرخ عن سر هذا الإقلاع وسر هذا النجاح وسر هذا الانبعاث الذي حصل مع عصر الإصلاح في الانفتاح أو الاشتراكية ذات الخصائص السرية. أين يجد تفسيره؟ هل بعصا سحرية يملكها الإنسان الصيني؟ هل هذا الإنسان الصيني يضغط على زر معين فيحقق هذا الإقلاع؟ الجواب وجدته في شخصية الإنسان الصيني، في منظومة قيمه، حيث تشتبك الحكمة الكونفوشيوسية مع الفلسفة الطاوية مع المبادئ الشيوعية لتسهر شخصية الإنسان الصيني. هناك قولة تنسب إلى نابليون بونابارت يقول فيها: عندما تنهض الصين سيهتز العالم. نهضت الصين بالفعل بعد أن شعرت أن كبرياءها قد طعن بعد ثورتها الشيوعية وأمعن الغرب في حصارها، لكنها اتكأت على رصيد حضاري قوي ومتين عندما أرادت أن تنطلق. تلك كانت شخصية الصين، كان التراث وكانت الحضارة وكان التاريخ قبل التكنولوجيا. هذا التاريخ الذي صقل شخصية الإنسان الصيني في حبه للعمل، في روح التضحية لديه، في انخراطه الواعي والمسؤول في مشاريع بلده، ويتخلق الطفرة الاقتصادية تحت شعار الإصلاح والانفتاح منذ نهاية السبعينيات القرن الماضي، ثم وهي تتموقع بشكل قوي وفعال ومنتج على الخريطة الدولية مع إطلاق الرئيس الصيني شي جين بين لطريق الحرير الجديد. هذا هو الدرس الذي تعلمته أيها السيدات والسادة عندما تأملت هذا الموضوع جيدا. لذلك عندما نريد إعادة الاعتبار لذاتنا وننتصر لسيادة بلدنا، علينا أن ننطلق من أسس ومقومات شخصيتنا التي تهيكلت في الزمن الطويل وليس في الزمن الطرفي الحالي. كان الجواب لدى الصين في شخصيتهم التي نحاتها تاريخ من التراكم المنتج، ولدينا في المغرب رصيدنا الحضاري الذي يؤهلنا للإقلاع الحقيقي. لذلك عندما عدت من الصين لم أفكر فقط في تدوين نصين رحلي أتقاسم فيه مع القراء تجربتي بأرض الحاكم كونفوشيوس، ولكن وهذا هو الأساس، عدت في تأمل الذات المغربية في مرآة الآخر الصيني الذي نتقاسم معه الكثير من العناصر المشتركة تاريخيا وحضاريا. لذلك اخترت هذه القاعة بالضبط يوم الثلاثاء 9 من فبراير الماضي لأقدم درسا افتتاحيا تحت عنوان تشكل الشخصية المغربية عبر التاريخ، مستلهما أسئلتها وقلقها الفكري من رحلة إلى الصين سنة 2018 ومن ذلك المشترك الحضاري الذي يجمع المغرب بالصين. شكرا لحسن إصغائكم والسلام عليكم.